المزمور 17. يا ربي للعدل استمع، ولصراخي أنصت، وإلى صلاتي أصغي، فلا غش في شفتي، ليصدر قضائي من لدنك، فترى الاستقامة عيناك. قد سبرت قلبي وافتقدتني ليلاً، وبالنار محصتني فلم تجد شيئا، وأفكاري لم تتجاوز فمي كما يفعل الناس. بحسب كلام شفتيك لزمت الطرق التي فرضتها، فثبت في سبلك خطايا لئلا تزل قدماي. اللهم إني دعوتك لأنك تجيبني، فأمل أذنك إلي واستمع قولي. أفض مراحمك يا مخلص المعتصمين بيمينك من المعتدين. احفظني حفظ الحدقة، إنسان العين، وبظل جناحيك استرني من وجه الأشرار الذين يبطشون بي، والأعداء الذين يحاصرونني طالبين نفسي. أغلقوا بالشحم قلوبهم، وبالكبرياء نطقت أفواههم، ها إنهم يتقدمون علي ويحيطون بي، وإلي يحدقون ليصرعوني. يشبهون الأسد المتلهف للافتراس، والشبل الرابض في المخبأ. قم يا ربي وواجهه واصرعه، وبسيفك نجي من الشرير نفسي، وبيدك يا رب أنقذها من بني البشر الذين إنما حظهم من هذه الدنيا. فاملأ بطونهم من ذخائرك، فيشبع بنوهم، ويترك لأطفالهم فضلاتهم. أما أنا فبالبر أشاهد وجهك، وعند اليقظة أشبع من صورتك.